الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وافق على طلب الأهلي وبيراميدز، وبدأ مخاطبة أكثر من اتحاد كرة في أوروبا لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الفريقين في دور الـ 16 من كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري. سامي أمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي بدأ تأهيل المغربي بدر بانون نفسياً للدفع به تدريجياً في مباريات الفريق المقبلة بالدوري، تمهيداً لعودته للمشاركة أساسياً لحاجة الفريق لخدماته في الفترة المقبلة في النواحي الدفاعية. أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك يضغط على مجلس إدارة القلعة البيضاء للرحيل نهاية الموسم لخوض تجربة احتراف خارجية بعد تلقي أكثر من عرض للاحتراف في الخليج بداية من الموسم المقبل. مجلس إدارة الاتحاد السكندري اشترط الحصول على 15 مليون جنيه بالإضافة إلى عدد من لاعبي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل الاستغناء عن هشام صلاح ظهير الفريق السكندري للقلعة الحمراء في الموسم المقبل. الجهاز الفني لنادي سموحة طلب التعاقد مع مهاجم مميز لتدعيم صفوف الفريق تحسباً لرحيل مروان حمدي مهاجم الزمالك المعار للفريق السكندري بعد تألقه مع سموحة في الموسم الحالي.